نتكلم عن شاب لسه متجوز، دي مشكلتنا. لسه متجوز حديثا بيقول انا شاب لسه متجوز، ما كملت السنه زواج، انا سعيد مع زوجتي وهي الان حامل في شهرها الاخير، ربنا كرمني في شغلي الحمد لله وترقيت ورحت مكان جديد. لما رحت المكان الجديد هنا بدات المشكله. كان بعد شهرين بس من الجواز. اول ما رحت كان في زميله في العمل محترمة وكويسة، هي اللي تولت أمر تعريفي عن المكان، وهنا ابتديت أتعرف عليها عن قرب، وبقت هي تعرف عني كل تفاصيل حياتي تقريبا، اللي بحبه واللي بحبوش، فطاري غدايا هي اللي بتحضره بنفسها، برتاح في الكلام معاها، بقيت مش عارف يعدي لحظة غير لما أكلمها، وما فيش لحظة في يومي من غير ما نتكلم. أنا حبيتها جدا ومتزعليش مني يا دكتورة، ده كان غصب عني. الحاجة العجيبة إن أنا برضو بحب زوجتي، وقعدت اقول هو انا كريت؟ لا، انا لما زلت بحب زوجتي وعايز بيتي وعايز حاجه ومنتظر المولود اللي جاي ومش عايزه اطلقها. لكن لو خيروني بين انا سعادتي فين ولا فين، هنا ولا هنا، هختار زميلتي لانها لمست روحي. اعمل ايه؟ انا عايزه ارد، والله العظيم عايزه ارد، بس انا احاول امسك نفسي، احاول امسك نفسي وارد يعني باتزان عشان واكون هاديه، وربنا يعدي الحلقه دي على خير. حلل كل كلمة طبعا هو قالها، موضوع هو كويس ومع زوجته، وبعدين راح مكان فحصل اختلاط، فلما حصل اختلاط حصل تعارف، وبقى في حاجة اسمها ايه؟ ألفة. والألفة بتعمل ايه؟ بتشيل الكلفة، يعني الواحد لما يألف حاجة بيعتدها، فخلاص زي المعاصي لما بتألفها عادي، يعني انا بعمل ايه؟ يعني كأن كل الناس بتعمل عادي، لان هو ألف المعصية فألف العلاقة والكلام، فبقت عارفة جايبة له الفطار الغدا، ما هو بقى بيرجع بقى بالليل فطار وغداه والكلام. والمسكينة التانية قاعدة في البيت واثقة في زوجها ومستنية مولودها وحياتها بتتهدم وهي مش واخدة بالها. حصل ان هو حب، بيقول لي العجيب مش عجيب، وينفع واحد يحب اتنين؟ ينفع واحد يحب اربعة، بس في واحدة في غرفة ملكية منهم بس، والحب ده ما ينافيش الحب ده، عادي هو ربنا خلقهم كده. لكن المشكلة عندنا دلوقتي مش من هو بيتجوز واحدة تانية وتالتة ومش، المشكلة ان في علاقة اصلا خطأ ما بينهم. انا ما رضيتش اجيب بقية المشكلة، لكن هديكم نبذة صغيرة عن بقية التفاصيل اللي اتقالت، انه حصل ما بينهم تجاوزات مش شرعية يعني. ومتكلم، انا عايز اقول ان المشكلة دي لما جات لي وانا بقرا الكلام الراجل، انا حاسه في الكلام ان هو مبسوط وهو بيحكي، وبيتكلم في التوصيف، في استمتاع في التوصيف. فطبعا يعني مش هنقول الكلام ده على الشاشه، مش هنقول الحاجات دي، لكن شوفوا انتوا بقى، حصل تجاوزات ما بينهم فارتبط بيها. الفكره اكمل ولا ما اكملش، اعمل ولا ما اعملش، والغلط فين؟ يجي يعترف لزوجته، فالزوجه طبعا استنكرت الامر واتطلق واعمل الكلام ده، فيقولها لا ما انت اللي مقصره معايا. وبعدين تكتشف، بس هو ما يعرفش ان زوجته عرفت، فزوجته كلمتني وهو ما يعرفش ان زوجته كلمتني، فتكتشف ان في حصل لقاء واثنين وثلاثه بين كده، وهي في مره من الاول خلاها تعرف، قالت له ما تخافش انا لسه بنت. مش عايزين نتكلم بقى اكتر من كده في المشاش، انا بتعب نفسيا من الحاجات دي صراحه. والحاجات اللي زي ديت انا يعني لما بلاقيش حد قلبه بيوجع قوي، اين الله؟ يعني في المفروض قلبك يرتجف كده، انت على معصيه ماشي، لو مت في المكان ده انت وهي، ولو هي مت، ولو عملتوا حادثه وانتوا الاثنين في العربيه مع بعض لما فلان وفلان صوروكوا، يعني دي ما كارثه دي برضو، ما دي مصيبه من المصايب يا جماعه. يعني احنا بنقعد نتمادى في العلم ونقول ده حب، انا مش الاختلاط اللي وصلك انك انت ترتبط بفلانه او تشوف فيها امر وهي تشوف فيك امر، الاختلاط وعدم وجود حدود شرعيه بما قال الله وقال رسول الله، هو ده اللي عمل كده، صلوا على النبي. فالفكره ان احنا ايه، ان احنا محتاجين نعرف ايه الحدود وايه الاختلاط، ولما واحده تنزل عمل ايه شروط نزولها، ايه وشروط تعاملها، ايه وحل المشكله دي ايه. هفتكر واستخير كده واقول لكم، يعني استخير الاول اقول لكم الحل، ولا اسيب لكم الحل تبقى تعلقوا لنا في الكومنتات على الحلقه. بس بيني وبينكم ضميري هيأنبني، هقعد اقول لا، اقول لكم الحل.